أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسمع هذه العبارة من بعض الناس يتلفظ بها عند حدوث المصيبة، وهي قولهم هذه سنة الحياة. هذا مثل قول المشركين قد مس آباءنا الضراء والسراء، اللي يقول هذه سنة الحياة هذا مثل قول الأولين قد مس آباءنا الضراء والسراء، ولا يتعظون ولا يعتذرون ولا يقولون هذا من الله أو هذا من عند الله، هذه عبارة سيئة. لا يقول الإنسان هذه سنة الحياة، يقول هذه سنة الله في خلقه، هذا قضاء الله وقدره، يسند الأمر إلى الله عز وجل ولا يسنده إلى الحياة. ولا يبعد أن يكون هذا مثل قول من يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. نعم.